بكل يوم رمضاني جديد نحاول نقترح لكم أكثر من أكلة وأكثر من وصفة حتى نساعد أم البيت على اختيار وصفتها وأيضا طبختها خلال يومها الرمضاني. وبالتأكيد ما تخلو هذه الأكلات وسوالفنا بالمطبخ من الحسجة والقصة اللي نحاول من خلالها نتمسك بعاداتنا تقاليدنا وأيضا سوالف أهلنا. أهلا وسهلا بكم بحلقة اليوم، ورمضان كريم عليكم وين ما تكونون. نعم، مشوار جديد من برنامجنا الرمضاني، أكيد راح نستعرض به لكم كل الوصفات والأكلات المميزة والأكلات العراقية اللي عادة ما تكون دسمة. قبل ما نبلش هذا المشوار مشاهدينا ومتابعينا، أرحب وأيضا أسلم بنفس الوقت على ضيوفنا اللي راح يشاركونا بهذه الأطباق وأيضا صناعة كل هالأكلات. أرحب بداية بست نوال جويد، حياك الله. حياكم الله، رمضان كريم. سهلا عليك، ان شاء الله رمضان خير وبركه على كل اهلنا، ويا رب ينعاد عليهم بالخير والبركه، وان شاء الله تكون هاي الحلقات هي رساله توعيه لكل بناتنا ولكل امهاتنا اللي موجودات بالبيوت، حتى نتعلم شويه من قيم اهلنا. صح. وسوالفهم وحكاياتهم الحلوه، فنحاول نشرك القصه اليوم ويا برنامج الطبخ. اكيد اكيد، حتى نشوف شلون نقطه مهمه جدا ومكرر، هاي الحكايات الحلوه اللي بها عبره وايضا بها رساله بنفس الوقت. ايضا ارحب ب أم علي، حياك الله، رمضان كريم عليك. الله يخليك، الله يسلمك، أهلا وسهلا بكم، وأني أتشرف بوجودي وياكم، جدا سعيدة، وإن شاء الله يا رب رمضان خير وبركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد. على الجميع يا رب، يسعد كل أوقاتكم. أشكرك. وأيضا الخير والبركة تكون موجودة بأيامنا. ملوكة الجميلة، شنو هالأناقة هاي؟ شكرا. هذا رمضان شلونك؟ زين الحمد لله. زين، شلون شويه شهر رمضان؟ زين الحمد لله، شهر خير وبركه ان شاء الله. ان شاء الله. تساعدين ماما بالمطبخ؟ اكيد لازم اساعدها والله. تغسلين المواعين ورا الفطور؟ عادي عادي. ضحكتي، بين تشردين منهم مرات؟ ايوه. زين، هسه خلينا نرحب بخاله، حياك الله. حياكم ابو محمد، نورتنا، ورمضان كريم عليك. نور رمضان كريم عليكم وعلينا، وشكرا على هاي الفرصه الجميله اللي التحقتوها لنا بحد منكم. الاجواء العاليه العراقيه ووجودكم هو ان شاء الله الخير والبركه. الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله، هذا واجبنا اكيد. ابو محمد، تشوف تواجد الرجل بالمطبخ ويا زوجته او ويا بنته او ويا امه مهم خصوصا بشهر رمضان؟ اكيد هو ما راح يكون فعال، بس تواجد المعنوي يعني هو ضروري. صح. يعني بالمطبخ معنوي يعني، الرجل دائما معنوي. معنوي لا والله، من نريد من نريد منهم شغل مجرد عاشت ايدك يعني. المرأة تكون هي سيدة البيت، برضه هو مطاعم العمل خارج المنزل يعني، وتواجد معنوي يكون المشاركة حلوة. تشجيع. صح، تشجيع، عاشت ايدك اليوم هاي الطبخة طيبة. لبسات بسيطة هو اكيد يعني. يكون مشرف. مشرف موجود، يخلي لبسات الضرورية مرات تكون يحتاجها هو وتحتاجها هي، يعني تكون قريبة عليها. هي ام البيت لازم رخصت. هي ام البيت لازم رضاه. صح. يعني رب العائلين لازم هو يرضى على الاكل. زين ام محمد، هم تصير عصبيه اذا اجيت وتدخلت بشغلها وقلت لها حطي ملح زياده، سوي فد شيء. هذه اعرفها من البدايه وشنو اللي حلو تتلافى. اي لازم اكو. هسه احنا ليش يعني مرات نوجه رساله نقول وجود الرجل بشهر رمضان يعني بصف زوجته خلينا نقول او بنته مهم جدا. اكو بعض يعني الازواج للاسف الشديد من يدخل المطبخ بدال ما يساعد زوجته او بدال ما يقلل من الضغط عنها والتعب والمجهود، لا ممكن هو اللي يزيده، يدخل 24 ساعه كل شويه داخل المطبخ. نعم. كل شويه ها سويته. نعم. ما ينطي هذه المهمه خلينا نقول للزوج. لازم يكون وجوده ايجابي او لا يدخل اساسا يعني. لا يدخل. اشوف الوجود الملائم لازم تختار تحتاجه هي، ممكن ان تقول لها تعال. صح. يعني مجرد يعدت، مجرد يعدت ينطيها حافز ان يعني تطلع الطبخه الزينه ونفسها. زين. بالبيت. اريد اسالك على طبخ معلاوي. منو اطيب، طبخ معلاوي لو ام احمد؟ هو سؤال خلينا نقول بنوع من ال لا لا واضح وصريح. ابو محمد تتميز ببعض الاكلات، بعض الاكلات ما تجيب. حلو، هذا جواب دبلوماسي جدا. اكيد ام محمد نفس الشيء. الله يحفظهم لك، الله يحفظهم ان شاء الله ويديم هاي اللمه، لمه خير ومحبه ان شاء الله وسلام. انا متحمسه اليوم نشغل ملوكه ويانا.
اكيد لازم نشغل هاليوم بنوتك نوريانا، لازم تساعدنا. سمعت انه هي شاطره بالمدرسه ومن الطالبات المتميزات، خالين صورتها بالمدرسه بالاداره، فاليوم نريد نشوف كم متميزه بالطبخ قد هذا التحدي. يلا هسه كيف ابتسامتها شقد حلوه، يعني الهدوء الهدوء الموجود والابتسامة. تمام ملوك، انت شنو اكثر اكله تحبيها من ايد ماما؟ الدولمه. الدولمه مصره على الدولمه، هي بالكواليس هم حكتها. زين هسه اني اجت ببالي فكره انه نجيب مواد الدولمه والامور اللي تتعلق بالدولمه ونقعد هنا، لان مثل ما نعرف انه الدولمه يحتاج لها لف وقعده تحضيرات. زين نجيب المواد. ام علي مستعده؟ ان شاء الله. يلا يلا ملوكه خلي نروح نجيب المواد. يا الله نشوف ماما شنو تحتاج. هذه ناخذ السلك طبعا اول مره، واللحم والباقي اللي حلو ان شاء الله ما ننسى شيء. هو يصير دول ما بلا سلك؟ لا ما يصير، لازم. زيت يا الله بسم الله. يا الله طبعا هسه كله تمام. احنا بالجنوب او بالبصره بالذات نسوي الدولمه سكينه. هسه نجيبها حلو. انتم شلون تسوونها؟ هي حامض حلو. حامض حلو حلو. زين ملوك راح تساعدينا ان شاء الله. ست نوال ذكرت بيت شعري او خلينا نقول ترنيمه ذكرتيني بها سابقا او حفظتها اني، نقول شلتك بالولد بنتك غلاتك. بنتك غلاتك زين تغسل شيتك وتشرع عباتك. زين شلون شلون؟ طبعا البنيه هي بالعاده حبيبه امها. زين دائما وياها بالبيت تساعدها، تكون قلب على قلب. الولد غالبا يعني يكون رفيق ابوه او يطلع وياه، ما يهتم بهاي المشاعر. تمام احنا بطبيعه النساء دائما هن عاطفيات، فيحتاج القريب من عتن اللي يفهم مشاعرهن. تمام. فدائما البنيه رغم انه اهلنا يفضلون ولاده الولد يعني دائما، بس انا اشوف البنيه ولادتها بالبيت رحمه صح وبركه، فدائما يعني نتمنى انه كل بيت تكون بيه بنيه. شمعه البيت. ماني عرفت انه ملوكه يعني عندها بس اخوان ما عندها خوات، فهي شمعه البيت، هي سيده المنزل صح؟ هي الاميره بعد يعني متوسطة الولدية الأميرة بيناتهم. أبو محمد تحب الدولمة؟ والله يعني أكثر أكلة يعني تحبها دائما يعني يا بطبخوا لي هذه الأكلة. مشاوي تمن ومرة دولمة. دولمة يعني ما حبتها بكثرة. احنا عندنا يعني أخوي العطل مثلا يعني تجمعنا دائما. يقول هسه أنتم قاعدين تعبانين وتلفون دولمة، حطوا لنا التمن والحشو وحطوا لنا هذا وخلينا ناكله. على شنو هذا التعب اللي مسويه؟ هاي للطرفة. يقول المرة ساعتين أو ثلاثة تجهز بالدولمة ويجي ابنها لو زوجها بخمس دقائق. خمس دقائق وكلت الدولمة. زين هاي هم مشكلة يعني. بالعافية على قلوبهم يا رب العالمين. والعين تاكل صح. احنا نحب الترتيبات، نحب هاي الامور. هسه انا عرفت ان اكو لحم مفروم وهذا اللحم الضلوع. الضلوع هذا الضلوع تصير بالشعبيه خليها اللي دائما يتعاركون عليها كلش لا تشعوا. انا واحده من الناس احارب عليها. زين يلا خلي على العدد لازم ان شاء الله. هسه خلي نفتح الخضروات هذه حتى نحشيها. ملوكه شنو ما راح تساعدينا؟ اعطيني التمن اليمن عشان فلفل ضروري. طبعا المكونات احنا راح نشرحها بالتفصيل داخل المطبخ. ايه بس عن الامور الضروريه كلش لازم الدولمه بها فلفل اخضر تعطي نكهه خاصه. الك وصفه خاصه بيك ومكرر بالدولمه؟ انت قلتي الحامض حلو بال احنا دولمتنا بالبصره نسويها حامض حلو. تمام. يعني لازم تكون خاليه وحامضه. زين هيك بهالشكل. اكو محافظات لا يسوون الدولمه حامضه بس حامضة. اكو بس يسوونها بس حاليه، يعني كل من وطريقته. بس هي تبقى يعني حسب يعني نفسيه ام البيت وطبخها. حلو. اكيد راح وانا اقولها من قبل اقول هي الاكل كل الاكل نفس أكيد. صح أي. اكيد طبعا. يعني اكو بيهم تخلي روحها بالاكل وتجيب كل شيء وما تطلع مثل ما واحدة سويت فعلا مجان. فعلا هذا ممكن يعني تجيب خبط شيء يصير كلش طيب. اي فهي نفس ام البيت اللي تحكي.
لو كان راح اعاقبك راح اخليك تكثر من البصل. نعم انا هم عندي حساسيه من البصل. فرم البصل هي اكثر الاشياء اللي النساء ما يعرفونها بالدولمه، طريقه فتح البصل شلون يفتحنا هاي عندها شويه صعوبه. صعبة. هو احنا ما نقشر المفروض ما يتقشر البصل؟ لا مو هذا ويا الحشوه راح تكون. انا حسيت الحشوه احنا راح نفتحها تمام للنص هسه بدت يعني ايه. نفتحها وهي ما مقشره احافظ عليها ما تتكسر ايه تمام وتخليها بمي حار شرط يعني هذا البصل الابيض ما يحتاج مي حار ما يحتاج بسرعه يطلع. ايه هذا بسرعه يفتح بسرعه تطلع البصلايه عشان ايدك قطعه قطعه السلق مرات يخلونه يعني قبل ما يخلونه مي حار ضروري حتى تذبل السلق ايه ونطلع الباقه مالت السلق من وقت هي تذبل من الجو تبقيها برا الثلاجة اذا انا واسوي وتستقبل الدومه ممكن كل انواع المحاشي الباذنجان الفلفل البصل الشجر الاخضر الشجر ايه الشجر بعض الاحيان نخلي بطاطا زين حلقات تصير هم جوا تمام هسه احنا حتى يكون شرحنا بالتفصيل يعني داخل المطبخ ان شاء الله بس الامور الاساسيه احنا هنا نقلناها خلينا نشوف الكرفس اذا ما تحب هواي الكرفسيه يعني فكميه حسب الرغبه انا احب الكرفس بالدولمه اليوم اريدك الدارين اليوم انا احب الدولمه تدللين هاي اسمها ملوكه وملوكه هم يعني ضمت ملوكه كل شيء ولا تقولي لي لقطه خضراء والله بعد زين زين احنا اليوم نريد نخرجها نسويها ربة بيت شاطرة إن شاء الله يلا لقطيني الكرفس والله ماما قطع هذا وأخذ هذا وفي مكانه هاي جهزنا السلك قطمناه وعزلنا العبود ببحر حتى تتخلى بشعب الجدر عاشت إيدك زين هذه أم كرار يعني هسه احنا قلنا اكو مثلا يلفونها بباذنجان ويلفونها بشجر مثل ما قالت اكو بعد انواع ثانيه ممكن تتخلى بجدر بالجدر هو ورق العنب يعني ورق العنب هو هذا اللي ردت اسال عنه اذا ما موجود سلق اكيد نلجئ لورق العنب الجاهز بعض مرات واذا موسمه يعني موسم ورق العنب نشتري تمام من حب الخضره تمام بالهذا هذه بالسكينه تصير اي طبعا مرات بالايد حتى تصير حلو أي. والله تعب الدولمه تعب وشوية نقصر نسويها صغيره بس طعمها يستاهل يعني بالاخير النهايه النتيجه الدولمه صغيره وطيبه يعني زين خلي المواد هنا فراح نسويها على تمام الهزات. ملوكه تحبين الدولمه حامضه شلون؟ حامض حلو لو شنو؟ حامضه حلو حامضه؟ واذا ماما ما سوتها حامضه بعدين ترشين عليها ليمون؟ اظن عاد فيها ليمون شو سويتها حامضه؟ زين يظل يعاتبوني يعاتبوني ليش ما سويتيها حيل حامضه؟ هاي صايره ويانا هواي انا والدتي اذا ما ضافت لها عند محمد حموضه وملح حموضه حموضه اريد حموضه زين خلي نعلم محمد ونعلم ملوكه اذا الدولمه طلعت يعني لا حمضه ولا مالح رش عليها سماق وليمون مو صحيح مكرر؟ صحيح يلا هسه خلينا ننتقل للمطبخ ان شاء الله ام علي نشوف شنو ناقصنا وايضا نحكي بتفاصيل الاكل بسم الله مكرر احنا نصيحك من فد مشكلة تصير عندنا لا سامح الله هسه بعد ما وصلنا للمطبخ راح نسمع التفاصيل تفاصيل الدولمة منك ام علاوي هسه اول شيء نحضر كل الادوات والمواد تمام نبدي بالخضروات نثرم البصل اول طريقه عشت ايدك بسم الله الرحمن الرحيم ثرم ناعم تمام انا احب اثرم بايدي مو بمحضره الطعام زين هذا تمن هذا التمن المفروض ننقعه صح؟ يعني كامل مغسول ومنقع تمام عشت ايدك بسم الله الرحمن الرحيم وهذه التوابل ايضا اخلص بصل عشت ايدك ملوكه شلونك؟ تعالي يمي تعالي خلينا نسولف انا وياك. اي اخي تنهزم من ريحه البصل ملوكه. شلونك بالمدرسه؟ زين الحمد لله. كيف كنت انا شطوره؟ الحمد لله. زين يوم انا نريد نشوف الدولمه هم تشاركين بها حتى نقول بالاخير من ايد ملوكه أكيد صح؟ اكيد اليوم ملوكه هي هاي اكلتها وطلبتها. زين. ان شاء الله تطلع طيبه؟ ان شاء الله. يلا خلينا نشوف طبخ ماما اليوم وطبختش. شو تقولي لهم كرر تبيض وجه ان شاء الله اكيد يعني الله. احنا متاملين وجوعانين منتظرين الدولمه للفطور بعد عاشت ايدك
كذي يا ماما. تمام. هسه هذا الجذر يكفي ام علي؟ يكفي. اي زين. هو ما يبقى بس عبد الله، اكيد راح يسوي بعد شغلات وياه. تمام اكيد. لازم تتنوع السفره خلال شهر رمضان. اي احنا يعني حتى لو تكون دائما يعني السفره، حتى لو انت مفكره بنوع واحد، وقت الفطور راح تتجمع هاي اكلات تنملي. سبحان الله. يعني هي من الجيران اللي تجي ضيافات، هاي اللي صحون اللي لحد هسه هاي العادات ملتزمين بها اهلنا، انه قبل الفطور يطلع من كل صنف طابخة ام البيت لبيوت الجوارين. فعلا هو خير وبركه. هو هذا الشهر شهر رمضان، لهذا دائما نحشي بهذه النقطة ونكرر. تمام. خلي ماما تنخلط كلها هذه المكونات. نبدأ بالشغلات اللي تنترم. تمام. اللحم اكو بيهم يجيبونه هو اصلا مفروم، واكو لا اي اكو بيهم مفروم هذه قطع، وتفضل ربة البيت ممكن تثرمها بايدها خاشوب. زين حتى تضمن النكهة. طبعا هسه نخلي اللحم. عاشت ايدك حبيبتي ويدك. اللحم يكون يحبونه لازم بيدهن ليه، هو اللي اطيب شيء يصير. هذا توصلني القصاب عليها من توصلني. اي صحيح. اريد لحم مال دولمه. عاشت ايدك حبيبتي. هسه نبدا نخلي التوابل. تمام. اعطيني انطيش الملح. الملح. بسم الله. بسم الله. عاشت ايدك. ماما لا لا بهارات. اكو بعض الامهات يخافن على بناتهم ما تدخل المطبخ، خاف الطباخ، خاف تتاذى، خاف تتعب. اي طبعا. شنو رايك في هذا الموضوع مكرر؟ في الفلفل الاسود. اكو بنات منا نفسها ما يجي ليساعد الامهات. هي مشكلة. مشكلة يعني تشوف الام تعبانة واكو على طول الوقت بالمطبخ. صح. ما تفكر تقول خلي ادخل اساعد امي. صح. هي تعبانة وهم صايمة مثلي، والله أنا صايمة وأنا قاعدة منتظرة الفطور، وهذا فتشي كلش غلط. يعني إحنا نتمنى من كل بناتنا يقدرن الأمهات، وإحنا هسه يعني مثل ما نقول الأم هي تصير مركز البيت بأيام رمضان. صح. يعني هي تكون هي اللي دايرة على كل شيء، تلاحظ كل شيء. فياريت يعني بناتنا ينتبهن لهاي الشغلة ويساعدن أمهاتهن. زين. ويفكرن أنه هي فعلاً هذا هي حالاتها وحالاتها المشاركة والمشاركة. يعني أكو نقطة مهمة أم علاوة إذا شاركينا بهذا الموضوع. نعم. يعني يقول هو ملتقى العائلة مرات يكون بالمطبخ. من يجي الابن يفوت يدخل على ما يلقاها بالمطبخ يقعد يسولف وياها. صحيح. تجي البنية تحكي اسرارها، تحكي تفاصيل حياتها بالمطبخ. انا مره بهذا الموضوع صراحه. نعم. والدتي يعني 24 ساعه بالمطبخ. الله يحفظها. فيعني تكون ملتقى. صح. المطبخ هو ملتقى العائله. لا هسه شيء تجين ام البيت اول شيء للبيت كله خليها هي اللي تسوي. يلا ملوكه. اهم شيء المطبخ. طبعا المطبخ مملكة الام. مملكه الام يعني بادق التفاصيل، انه هي لازم هي على ذوقها. زي. كل شيء، لان هي يعني بعد سبحان الله احنا خاصه الشرقيات. صح. العراقيه، المراه العراقيه تحب المطبخ ادق التفاصيل. صح. هسه خليه عافيه ملوكه. ملوكه تعرفين تسوين حلويات؟ الكاستر. خلينا نبدي اسهل شيء بالكاستر. تعرفين؟ لا. شنو مكوناته؟ يلا. الكاستر هاي اكلات قديمه بالنسبه لبنياتنا. هسه عندهم هذا الكيكه مالت البسكت البارده. الكيكه البارده. صح. لا هي ذاك اليوم اشتهت البسيطه كنافه. هي سوتها. هي سوتها. اي من تشتهي شيء تبدع. زين تشوفينها على اليوتيوب لو صديقاتك يعلموك لو شلون. لا تعلمت من ماما. من ماما. يا حبيبتي. بس اليوتيوب هم معلم. علمه هواي. هواي اكلات والله جاي يبدعون بيها. صح. دبس الرمان. اكو هواي اكلات. هسه ضفنا دبس الرمان. هو يحب تحب دبس الرمان الدولمة. تمام. عاشت ايدك حبيبتي. من عايشة هسه خاشوقة قالت لي العجون. تمام تدللين. ايه. نشوف خاشوقة. نخلي شوية زيت. هذا شنو زيت زيتون؟ زيتون. تمام. خلي عشت ايدك. خاشوقتين كبار. ها محترم عشت ايدك. وايدك. ضروري هذا ال تمام. اهم شيء حامض حلو. اي شكر نخليها اخر شيء. شكر قليل ولا مندوزي.
ممكن اصعب شيء هي لفه الدولمه والسلك. خلينا نشوف ملوكه والله بدت بالفلفل. عاشت ايدك. تمام شاطره تحبي بس مو شاطره كيف. لا تكثر الحشو داخلها زين. لازم قليل لازم قليل حتى ما تنفتح. واكو شغله ثانيه لازم تنتبهي لها ابتسام، انه ورقه السلك من تردي تلفيها الجزء الخشن هو اللي تخلين بيه التمن على مود اللمعه تطلع منه. واني خلصت حياتي من الف لا على مود تنزل. معلومه حلوه. طيب خلينا نجرب. خلي الباقله. اكو ناس تفضلها بدون باقله واكو ناس لا ممكن. بس هي طيبه بالباقله. بالباقله تعطيها نكهه معينه. هي اضافه حلوه والله يعني. صح احنا العراقيين لازم باقله. ما نخلي هواي هون يعني حسب الرغبه. زين ام علي ممكن بدي اسالك على الادوات او الجدر اللي يستخدمونه بالطبخ. نوعيه هذه الادوات لها علاقه بالطعم والاكل؟ يعني مثلا احنا قبل اهلنا كلها تطبخ فافون. فافون صح هسه تطور الجرانيت والتيفال. انت شو تفضلين ام كريم؟ عافيه بنتي. شفتي عافيه بنتي شوفوا شلون حلوه هسه اجت مضبوطه. اهم شيء مكرر ترضى عليها. ترى ملوكه هم حلوه ما سوتها حلوه ملوكه. ملوكه ورده بعد هي اليوم هاي اكلتها المفضله هاي اليوم ويانا. انا متفائله هواي بالطعم الصراحه. لا لا ان شاء الله الطعم ما تنسونه. هسه اكو بعض النساء ام علي عيني تفضل ممكن تطبخ تقول عفو من تصير عندها عزيمه ويجيها خطار عفو كذا طبخه علي اي والحلويات صح. على فلانه صحيح والمقبلات على فلانه يصير اكو فد توزيع أكو معين اي لا تنوع اكو مشاركه بالبيت اي صح لازم تكون اكو كل شغله على مقسمه ترى على ترى هو فن طبعا فن. طبعا فن فالام شوف بمن تبدع بيا اكله تتفنن بيها تمام ها ملوكة صارت عندها خبرة ما شاء الله يلا يلا تعال يلا حش الفلفل هاي الوحدة ان شاء الله اليوم اول شيء افطر به هو اطلع لي فلفل ونفطران يوم كرر نشوف النفس مال ملوكة بالاكل طبعا جبتيها على الجدور قبل الجدور نستخدمها اكيد كانت الفافون احنا نسمي هذا ابو الخير والبركه يعني كانت امهاتنا واهلنا كلها يطبخون بهاي القدوره الفافون الكبيره الموجوده بالمطبخ ولحد الان لكن انا اشوف هاي النوعيه هسه هم سهلت علينا زينه لان الاكل ما يلتصق بيها صح فيعني سهل على انه من تقلبين جدر الدولمه او شيء ما يكون محترق او ما يكون الاكل حتى اللجعه بس اكيد لازم لازم نوعيه اصليه تاخذين يلا تطلع بشكل مضبوط امهاتنا قبل ممكن لحد هسه اذا تدخلين اي بيت تلقين هذه الصينيه الفافون والجدر المطعج معتزات بي ليش شلون سيت القدوره الفافون هذا لازم امي عندها هذا مقدس هذا مقدس ما تتخلى عنه معتزات بي يعني ادليها على جوانب عاشت ايدك وايدك حبيبتي عم انت فنانه طلعتي لا والله احنا عندنا مثل يقول صانع الاستاذ استاذ ونص طبعا طبعا هسه هي شوفي لان المشاركه شوفي بسرعه خلصت خلص الجدر خلصت بسرعه لكن اذا وحده حتى تتململ من طريقه اللف وانا صح. اتعاجز من الدولمه لان انا الفها لوحدي فالمشاركه بالبيت ايش قد حلوه لما تكون الام وبناتها وياها وهن يقعدن كلهن يلفن الدولمه اكيد تكون بيها طعم اكثر وبيها صح. مشاركه صح. حلوه تطبخ هذا ما تاكلي يعني وين الله يصير عندها اشباع اكيد انا هيك شبعت من الريحه اذا سويت اكله اتركها بعدين يلا اكل اسالهم كلهم تقول لهم ها شلون طعمها شلون طيبه يوم انت سويتيها ملوكه تصير عندكم سفرات بالمدرسه هي تصير مرات عندنا بس كلش صادون زين عزيمه بالمدرسه تسوون تقول لهم ماما اريد كذا اكله مرات تسوي اكثر شيء زين ام علي ايش قد تبقى الدولمه على النار اول مره اخليها ربع ساعه بدون ما اخلي لها اي صلصه زين اي وبعدين يلا ابدا اخلي الصلصه واخليها من تبدي تغلي زين يعني نص ساعه ربع ساعه اي وانا صير واخليها زين على قولت المخرج بالفرن لا على الطباخ لا على الطباخ اكيد يعني ماكو دلمه شوي ماكو دلمه شوي زين ما نخلي يلا هذه اخر شيء ختامها مسك ويا هاي السلقايه شلون شكلها مكرر ان شاء الله تكون طيبه يعني مشروع ربت ان شاء الله مشروع ربت بيت ناجحه اكيد طبعا عاشت ايدك الله يسلمك نخلي قبق
خلينا انا اشغل لكم الطباخ. يلا اول وحده بسم الله. لا ديك هذه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اساعدك. مش حبيبتي ابغى اشربطك. دير بالك شوفي دوائلكم. لا اسم الله عليك حبيبتي. سننتظرها لحد ما يطلع صوت. نبقيها ايش قد قلتي؟ ربع ساعة. ربع ساعة تمام. وبعدها شنو نضيف؟ بعدين ابدي اسوي الصوص. الصوص مالتي تمام. يلا هسه خلينا نشوف ابو محمد وين راح. ان شاء الله. شنو سوى؟ ان شاء الله. زين يلا. يا الله ابو محمد من ان شاء الله ما ظل شيء. قلبي انتظر الدوام. انا ترى انتظر. قبل الفطور هم تنخبصين تدخلين نوع من الانذار انه ما بقى شيء على الفطور، لازم افرش السفره، لازم اجيب المواعين، لازم كذا، لو تجهزين انت يعني قبل نص ساعه او ساعه تكونين مجهزه كل شيء. اذا بات يا من وقت زين مسيطره تمام، بس اذا مثلا عندي دوام ورجعت وبلشت بالفطور صار عندي استعجال شويه انخبص. تمام. اي لا كلهم يشاركوني ناس. اي يعني كل اللي بالبيت ما حد يبقى منتظر. يعني هو كل من يعرف دوره، ناس تجيب المواعين، ناس تجيب المقبلات، ناس تجيب التمر، ابو علي ويانا الحمد لله. لا بس احنا نخليها يعني قبل مسح الله اكبر احنا محضرين السفره. اي نقطه مهمه قالتها، ممكن يوم المراه الموظفه اللي يعني تطلع لشغلها او لدائرتها او لوظيفتها شويه يكون الوضع عليها صعب، شو وقت راح ترجع تبقى تفكر بالها مشغول، شو وقت ارجع، شو وقت احضر للفطور، شنو راح اسوي، يمكن قبل يوم هي تجهز. اي جاي اقول انه بعض مرات قبل يوم تكون هي مجهزه امورها، باكر شنو نطبخ او طبخه نص الطبخه بحيث اول ما ترجع تكملها. أيه. يعني هي حياتهم شويه صعبه. صعبه. خلينا نسال ابو محمد. هذه لما تلتموها قبل الفطور يعني اكيد هو الاجواء الرمضانيه استثنائيه تمام، تحتاج يعني اللمه والهدوء، وطبعا السكينه تكون موجوده بالاجواء الرمضانيه تختلف صح. عن باقي الايام وبعض باقي هذا بطبيعه هو رمضان يكون برنامج مزدحم مالته، يعني وقت فطور وقت سحور ودوام، والام لازم تكون دائما محضره يعني محكومه يعني بتوقيت معين وقت الفطور، مو باقي الايام عندها مساحه براحتها يعني صح. أكيد يعني رمضان هو استثناء بكل شيء صح يعني. ممكن احنا دائما بكل مناسبة وبكل حلقة نحكي على نقطة انه ضروري يقعد الأب ويا أبنائه قبل الفطور أو بأيامنا الاعتيادية على الأقل، رغم التزامه، رغم شغله، رغم خلينا نقول هذه الخبصة اللي مر بيها، بس لازم يخصص وقت لعائلته، يقعد ويا ابنه، يشوف شنو محتاج، شنو سوى خلال يومه، يقعد ويا بنته، يقلل من الضغط عفوا اللي عدهم. أكيد عندك هذا أكيد الموضوع أكيد. مسألة الاحتواء والاحتضان أكيد يعني هو الأدوار متساوية بين الرجل والمرأة، هو أكيد له دور وعليه واجبات، يعني بالنسبة لها هي لها الأمور اللوجستية للطبخ لحاجياتها، الأبناء أكيد لهم فد وقت مساحة خلال اليوم لازم يقعد يسألهم دراستهم شو مخلصين شعتهم، يسمع همومهم عندهم مشكلة ينطيهم الحلول. وضروري يعني الأب يكون قريب من أولاده، يعني هذا شيء طبيعي. يعني أنا بالنسبة لي المصادقهم الأطفالي، يعني هم يتمنون الساعة اللي يقعدون بيها، ليش؟ أملي وقتهم دائما طبعا. قريب من عندهم، أشاقيهم، ألاعبهم، يعني هي هذا فما ما يخليهم يعني عادة الأب يكون مو مثل الأم شوية جفاف، لا أنا صح. أنا مقربهم إلي يعني بحكم الفرصة اللي أقعد بيها باليوم قليلة، فهاي أنطيهم كل حصتهم. لازم يعني تكرس وقتك لهم. نعم بالضبط. خلي أسأل ملوكة، ملوكة ممكن سامعة من ماما يقولون الخطار يجي ويجي رزقه وياه، تكيفين بالخطار؟ ايه. ها يجون بنات بعمرك انت ما عندك خوات؟ ايه مرات العب وياه. زين بيت عمك بيت خالك منو؟ ايه مرات تجيني مثلا خالتي هي ويعني بنات خالتي يعني نتونس بعدون السالفون بيناتكم. بيت خالها قريبين عليها بنات خالها. زين تروح لهم تسير عليهم صحيح؟ تتونسين وياهم؟ ايه. زين شنو رايك بهاي القعده واللمة، ذكرتك بشيء مكرر؟ طبعا انا اللي تميز بهاي قعدتنا اليوم وبضيوفنا الهدوء اللي عليه ام علي. طبعا هذا الهدوء احنا دائما نحتاجه بام البيت، لان ذكرتني بقصه من قصص اهلنا اللي هي دائما عندهم هاي شغله الحسكه تمام، من يديرون الامور ومن يردون يوصلون معلومه. يقولون اكو واحد من شيابنا قاعد على الطريق، يعني هو دائما وين يقعدون بالطريق ويشوفون الرايح والراد. فات عليه ولد شاب شايل غليتشه، الغليتشه هي السجاده الضخيمه،
شايلها على متنه وماشي. السلام عليكم عمي، قال له وعليكم السلام. قال له ها عمي انت معرس مفلس؟ زين. قال له لا والله عمي معرس، لان هو هذا شايلها عباله رايح يبيعها. قال فسأله هذا السؤال، قال له ان شاء الله مهل عمي. قال له زين، المره اللي مختارها انت تريدها لو اهلك جبروك عليها؟ قال له والله يا عمي انا هم اريدها وهم اهلي قابلين بيها. قال له خوش، زين انت مرتك نثيه لو ذكر؟ هذا هنا الشاب ضحك، قال له عمي شنو النثيه وشنو الذكر؟ هي وغير مره شنو النثيه والذكر؟ قال له لا عمي، المره النثيه تلقاها من الصبح قاعده الوجه يضحك، ومرت بروحها ونظيفه كحلتها بعيونها، من تحكي بهدوء، مرت بنفسها ومداريه بيتها كله بهدوء، ما عندها خبصه وما عندها هوسه، ونظيفه وحلوه ومعدله. قال له والمره الذكر تلقاها من الصبح تقرقع بالماعين وتطق هذا الجدر وتجيب هذا وكوشتها شكبرها شعرها مكوش وش اسمه، هاي المره الذكر اللي تقصر العمر. زين. فانت ان شاء الله؟ قال له لا والله عم ان شاء الله مرتي نفيه. ان شاء الله. فاحنا نقول ان شاء الله كل بناتنا متحليات بهاي الصفات الحلوه اللي هي دائما يفضلها ابو البيت بمرته، وان شاء الله بيوتنا عامره ببنياتنا المعدلات ونسواننا اللي هادئات واللي دارن بيوتهن ويعرفن شلون يلمن العائله على بحب وبدون عصبيه وبدون صح. اي تشدد وبدون اي مشاكل. ان شاء الله. ان شاء الله الله يعمر بيوتنا وايضا يخلي هذه البركه موجوده دائما. ممكن ام كرار احنا يعني اغلب حلقاتنا نتحيز للمراه، نوصي ابائنا اخواننا شلون يتعاملون خلال هذا الشهر الفضيل مع نسائهم مع بناتهم. فاليوم رساله ام كرار وهاي القصه الحلوه موجهه للمراه، المرأة البشوش الضحوك اللي دائما ما تزرع أجواء السعادة والفرح بالبيت، خصوصا بشهر رمضان. ممكن الرجل متحمل متاعب خارج المنزل ويشتغل وطالع أو عنده فد التزام معين، يرجع للبيت يلقى زوجته على قولتهن وجهها ما يقص السيف. زين، وين الألفة؟ وين المحبة؟ وين أجواء السعادة اللي راح تنقلوها أو تنقلها الأم لبناتها وأيضا أولادها؟ فهذه رسالة اليوم ودعوة لكل أمهاتنا تتحلى بالروح المرحة البشوشة اللي تمتص تعب زوجها أو تعب أخوها. تشوف هذا الموضوع مهم إلى تأثير؟ أكيد مهم. المرأة والرجل مسؤوليتهم واحدة، يعني إحنا مو بس نوفر لهم الحاجيات الأمور المادية، لازم نوفر لهم الأجواء الإيجابية بالتربية، يعني الاحتواء على المرأة وعلى الرجل. يجي هو تعبان اكيد، يعني هموم عنده مشاكل ينتظر عنده، منها تمتص هذا التعب بالضبط، ما يعكس على البيت على عائلته، يكون يعني متحمل هاي الامور كلها ويبث بس الامور الطيبه. يعني لازم ما تتلقى ابنك سوى هيك وبنتك سوت هيك وامك هيك اذتني، يعني هاي الشغله راح تخلق توتر بالبيت اكيد. يعني المشاكل لها وقت الحل، تعينه هي لازم تعينه، لازم تعينه بحياته يعني. وهي هسه احنا الجانب النفسي مهم جدا، لازم تمتص اذا كان ضايق اذا كان تعبان تمتصها كلها وتخلي نقول يدخل بالمود. خصوصا انا رديت انوه على نقطه انه برمضان يعني اغلب ابائنا واخواننا هم من المدخنين، فقاطع السجاير وقاطع المي وقاطع الاكل، فضروري من يرجع للبيت يلقى هذا الوجه اللي يضحك. اكيد لها فد حسابات خاصه لازم تعرف. فهاي نقاط مهمه ان شاء الله اليوم يراعونها اخواتنا امهاتنا. نصائح، اول ما ننصح احنا ننصح نفسنا، يعني نقطة مهمة جدا نوهت عليها أبو محمد. إن شاء الله اليوم هي دعوة لكل أمهاتنا بضرورة التعامل وأيضا اختيار الأساليب الصحيحة للتعامل مع زوجها أو أخوها أو ابنها. هسه احنا راح نعطيك فد مهمة إن شاء الله هي مو صعبة، صعبة علينا احنا كنساء، شلون نقلب جدر الدولمة؟ نقول نجيب الدولمة أم علي؟ يلا يا الله مكرر بدت تشمينا ريحه. انا منتظره جوعتوني وبعد هواي للفطور. الله يساعدك. الخبز هناك، هسه ناخذ اني اشيل الجدر. تمام، نخليها قريبه على ابو محمد. يلا مشكله جيبوها ان شاء الله مو حمل. ان شاء الله. هذه يا الله ها ملوكه. بسم الله زينه طيبه من ريحتها. هذا لا الصينيه.
على راحتك هذه. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. عاشت ايدك. يلا اللهم صل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انا هاي لاج عاريها الي. هاي ابو بيهم يسوون هاي الحركه كلش. هسه احنا ملتهين بالحركات وما نقدر ناكل لما المره اللي تشتغل بهدوء على الساكت على قولة اهلنا. اي والله اكو حكمه تقول اعمل بصمت ودع عملك يتكلم. فاليوم مش الدوم هي اللي تعرف بهم. عرفتكم ام علي. والله شكلها كلش حلو ومبينه طيبه بالمناسبه. هي الدولمه ما تضبط عند رب العالمين عند كل مره يعني. عشت ايدك. شنو رايك ملوكه؟ خشوبه ملوكه منتظره الفطور بعد جوعانه خطيه وهي اشتهت اليوم. ان شاء الله ان شاء الله ما يعني ما بقى وقت على الفطور. ام كرار ان شاء الله سفره دايمه وعامره بوجود اهلها والله يكثر خيرهم يا رب العالمين. اللهم امين امين. ام كرار يعني اريد اسالك على الطبخات اللي نشرح عنها وايضا نتكلم بيها ونشوف تفاصيلها. اكو فد اضافات معينه استغربتيها من سوينا الدولمه او من سوينا كذا طبخه سابقا يعني تختلف عندكم بالبصره؟ احنا سوينا طبخة السبيناغ انتم تسوونها احنا نسميها شبزي. هاي امس كانت عندنا احنا نسويها بالبصرة بالسلق انتم تسوونها بالسبيناغ. صح. وامس كانت يعني خلوا عليها لبلبي احنا نخلى عليها لوبيا. صح. هناك بالبيت. بس هي كل طبخة يعني ما اشوف اكو فرق هواي بين الاكل العراقي يعني اغلبه هو يجي النفس وطيبة ام البيت اللي الطبخة هو اللي يطلع الاكلة طيبة. فاليوم مبين النفس طيب أكيد. ومبين هي ما دام الدولمة سوتها حامض حلو. لان احنا دولمتنا بالعراق عندنا هواي انواع. صح. حتى بالشمال يعني الدولمة يسوونها بلبن ما يسوونها تختلف. بمعجون. صح. تختلف الطرق. لكن اليوم سوتها بالطريقة اللي احنا نسويها بالبصرة حامض حلو. عاشت ايدك ام علي. يعني اريد اسألك اكو هواي من بناتنا ممكن يعني مبتدئات بالطبخ ما يعرفون مين يبلشون او هم عندهم واهس يطبخون بس ما يعرفون مين يبلشون. صح. اكو اكلة تنصحيهم انه ابدوا بكذا اكلة وبعدها بالتدريج تقدرون تكونون بارعات بالدولمة وبرياني غيرها من الاكلات؟ صح ان شاء الله. هي البنيه دائما عينها على امها. زين. فيعني مو اول ما تجي للدنيا تعرف تطبخ بس هي تاخذ التفاصيل الدقيقه من امها. تمام. بعدين هي تصير احسن من امها. فانصحها يعني تبدي بشغلات شوربه بالبدايه. تمام. مرقات بسيطه. شغلات التمن شلون ينطبخ بعدين تدخل على الكباب وعلى الدول. ما هي الشغلات اللي ترد لها بعد. صح. خبره. وحتى ابو محمد ممكن بعد ما بقى عذر للي تقول ما اعرف اطبخ. مواقع التواصل موجوده اليوتيوب كثير من الطباخين جاي ينزلون وصفاتهم وبكل بساطه وكل سهوله ينقلوها للناس ويفيدون الناس. كل شيء متوفر يعني هيك المعلومه صارت سهله. زين. واكيد امها موجوده فتتعلم بسرعه. ام محمد اول ما تزوجتها تعرف تطبخ لو بعدين؟ يعني مو كل الاكلات الصعبه. تمام. اكيد كان دور الوالدتي وياها وساعدتها وهسه لا ما شاء الله يعني الله يحفظها. هو البنية تتعلم من خلال المشاركة. هي من تدخل ويا أمها للمطبخ وتشاركها بلف الكبة تشاركها بلف الدولمة تتعلم هاي التفاصيل شلون تنطبخ هاي الطبخة أو شلون تسوي هاي الأكلة. فتتعلم بالممارسة يعني من خلال المشاركة. صح. شوية شوية راح تتعلم. فإحنا بناتنا الحمد لله إن شاء الله يعني يكون هي المرأة العراقية يعني بصورة عامة يعتمد عليها سواء بالطبخ أو بغير مسألة يعني يعني ما حد يختلف بهذه النقطة. العراقيين معروفين بالأكل يعني بالأكل الدسم على مستوى المنطقة يعني كلها تحب الأكل العراقي. أكيد. يقولون نفسه طيبة يعني نخلي دائما المونة زايدة بالأكل. زين. هذا كله انعكس على أكلنا يعني. زين. اللي يريد يسوي دايت لازم يسافر من العراق. ما يقدر. يلا يقدر. أسجبتها على الأكل الدسم شلونك بالباكة؟ الباكة تعجبني بس مو دائما يعني. مو دائما؟ مو دائما اكيد هي اكلة ثقيلة يعني. لا مو قوية بي. مو قوية؟ هي شوية صعبة صح؟ انا ما اكلها فما هي مو صعبة الباكة بس مو الكل يحبوها. يحبوها صح يعني تلقين العائلة نفسها قسم يحبون الباكة وقسم يقول لك انا لا اليوم مسوي هاي الاكلة اريد فد شيء ثاني. ما يفضلها صح؟ ما يفضلها. صح. زين هسا احنا بعد ما كملت سفرتنا وحكينا هواي على الوصفة وممكن امور دقيقه تكلمنا على الدولمه وان شاء الله نكون فدنا نساءنا خواتنا بهذه الوصفه
ايضا يعتبر الدولمة تعتبر هي اكله رمضانيه، يعني الكل يتفق على حبها، الكل يتفق على اكلها، وفعلا تجمع العائله. مجرد ما تقلب الجدر هي العائله كلها تجي تلتم اوتوماتيكيا. يعني تشكركم ام علي، شكرا جزيلا لك ابو محمد. نشكركم، نشكركم متاحه الفرصه. احنا الموضوع هو مو بس الدولمة، الموضوع البيت العراقي واللمة العراقيه والتقاليد والعادات والقيم والاخلاق كلها تنذكر، ذكرت في هذا البرنامج. احنا بنشكركم دورنا. شكرا جزيلا لك. حلو كانت سوالفك، كلش عجبتنا. الله يسلمك حبيبي، مبدعه مبدعه مكرر الصراحه، يعني الحس اللي عندها والكلمات. رمضان مبارك عليكم ان شاء الله، وبيوتكم عامره وموجوده، عوائلكم ملتمه بالخير والبركه يا رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يا رب ان شاء الله يجعل رمضان خير وبركه على كل اهلنا وناسنا وبكل المحافظات، سواء بالبصره ببغداد بالناصريه، كل محافظاتنا هي عزيزه وغاليه، كل محافظاتنا تتحلى بصفات وعادات وتقاليد اصيله. الله يديم لمتنا، الله يديم هذه الوحده المحبه السلام الموجود بكل بيت عراقي. شكرا لك ملوكه، لان اليوم اختاريتي الدولمه. طبعا انا احب الدولمه، اختيارنا كان انياش موفق ان شاء الله. شنو تحبين تقولين قبل ما نختم؟ احب اقول ان ان شاء الله شهر رمضان مبارك على الكل، وماكو احلى من اللمة العراقية. يا حبيبتي فعلا فعلا هذه الجملة البسيطة ممكن اختصرت الحلقة كلها، ماكو احلى من اللمة العراقية. الله يديم اللمة والله يديم المحبة والسلام. ان شاء الله نلتقيكم بحلقات جديدة وطبخات جديدة، وايضا مبدعين جدد بمجال الطبخ، مع ألف سلامة.